بتاعكم وبتعرف اكتشافه الماء يقول تعالى في كتابه العزيز وجعلنا من الماء كل شيء حي. أهمية الماء في وجود الإنسان، أهمية الماء في حياة الإنسان والحيوانات والنباتات. ننظر هنا، ماذا يمثل اللون الأزرق؟ الماء. الماء يشكل الماء 72% من الكرة الأرضية. يمثل الماء 72% من الكرة الأرضية. أحسنتم. و60% من حجم جسم الإنسان، وهذا دليل آخر على أهمية الماء في حياة الإنسان والكائنات الأخرى لذلك يجب المحافظة على الماء، لا للتبذير ولا للإسراف. أحسنتم. من خصائص الماء، الماء مهدي، له لون. هل الماء له لون؟ لا. لا، الماء ليس له لون. ليس له لون. أحسن. صوفي، هل الماء له رائحة؟ لا، ليس له رائحة. الماء ليس له رائحة. ميساء، هل الماء له طعم؟ لا. هل طعمه حلو؟ لا. هل طعمه مالح؟ لا. الماء ليس له طعم. الماء هو إذن شفاف. الماء شفاف. الماء ليس له طعم وليس له رائحة وليس له طعم. الماء هو شفاف وهو سائل وهو. من أين يأتي ماء الحنفية؟ من النهر. يأتي ماء الحنفية إما من النهر أو من البئر. أحسنتم. هل نستطيع شرب الماء مباشرة من النهر أو من البئر؟ لا، لأنه غير صالح للشرب، غير نظيف، غير صالح للشرب. لذلك الماء لكي يكون صالح للشرب يمر بالعديد من المراحل والعمليات، ثم يتم ضخ الماء عن طريق محطة الضخ. محطة الضخ. أحسنتم. عن طريق محطة الضخ، ثم ترسل المياه عن طريق الأنابيب. عن طريق الأنابيب التي تكون موجودة تحت الأرض. تحت الأرض. أحسنتي مرام، التي تكون موجودة تحت الأرض. ثم إلى محطات التصفية أو التنقية. أحسنتم. ثم إلى محطات التصفية أو التنقية لكي يكون الماء صالح للشرب. في هذه المرحلة يتم تنقية وتصفية الماء من كل الشوائب، ثم تتم عملية إرسال المياه إلى أبراج المياه. أبراج المياه. تتم إرسال المياه إلى أبراج المياه، وبعد كل هذه العمليات يصبح الماء صالح للشرب، جاهز للاستهلاك والإسم. إذن الماء هو سر الوجود. الماء سر الحياة، سر الوجود. الماء يعني حياة، فبدون ماء لا نستطيع العيش. بدون ماء لا يستطيع الإنسان العيش والكائنات الأخرى، الحيوانات والنباتات. لذلك يجب المحافظة على الماء. يجب المحافظة على الماء، لا للتبذير ولا للإسراف. لا للتبذير ولا للإسراف. أحسنتم. الماء هو سر الوجود. الماء يوجد في الطبيعة في جوانب مختلفة. نجد الماء في حالة وهو أيلين، وهو سائل. أحسنتي. الماء وهو سائل. أحسنتي. الماء إلى فوق. الماء سائل. أحسنتي. الماء سائل. في هذه المرحلة الماء هو سائل، وهنا الماء صلب. الماء صلب. الماء صلب. هذا ثلج. ثلج. الماء هو ثلج. صلب. صلب. ها هنا حالة سائلة وهنا صلب. نستطيع أن نمسك به. تفضل مريم. هنا
صلب الماء صلب إما صلب ماء الماء صلب وهنا الماء سائل الماء سائل وهنا الماء سائل صلب الماء صلب أحسنتم الآن سمارة الماء وهو بخار الماء سائل صلب عملية التبخر نضع القليل من الماء في إناء ثم نضعه على الغاز في هذه المرحلة يبدأ الماء بالغليان يبدأ يسخن 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 الماء يصل إلى درجة الغليان سوف نرى البخار البخار شوفوا قطرات الماء ماذا نشاهد البخار الماء وصل الى درجة الغليان بمفعول الحرارة بمفعول الحرارة الإناء فارغ اين ذهب الماء تبخر الماء تبخر بمفعول درجة الحرارة الماء تبخر فهمنا توا عملية التبخر نعم هذه الشمس ترسل أشعة دافئة على ماء البحر الشمس ترسل أشعة دافئة على ماء البحر فيصبح الماء سر الوجود سر الحياة أحسنتم
شكرا على انتباهكم والتركيز.